مصطفى كنا كنناقشوا انا وياه عبد الله العربي الايديولوجيه العربيه المعاصره. جا هو قال لي هاد المتوقيه اللي كتعيشوا فيها كذا هكذا الكتاب قرا عطاني ياسين الحافظ شنو اسمه العنوان ياسين مصطفى الايديولوجيه الايديولوجيه المزبوط هذاك الكتاب اعادني من الصفر للقراءه. باش نقول لكم ان هاد النوع الاساتذه كانوا بالنسبه لنا نبراس ونبراس اساسي في الحياه. شكرا لك مصطفى.